وصلنا اليوم لفقرتنا القانونية، موضوع كتير مهم يمكن عم يشغل بال كتير من الناس بالآونة الأخيرة. كتير منا ممكن يتعرض لقدح أو ذم أو شتم أو إساءة، خصوصا عبر المواقع الإلكترونية من خلال تعليق أو من خلال يمكن بوست صغير ممكن الشخص يكتبه، بتلاقي الناس انهالت عليه يمكن بالشتائم والقدح. كيف فينا نتعامل مع هذا الموضوع قانونيا؟ كيف فينا فعليا نحد من هي الظاهرة؟ وفعليا في صار عندنا قانون للجرائم الإلكترونية، وشفنا بالآونة الأخيرة خفت هي الحالات بشكل كتير كبير. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا المحامي الأستاذ رامي عقيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك صباح السادة المشاهدين، أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يعني قانون الجرائم المعلوماتية قانون ضخم، دخل بكتير محاور بتخص التعامل مع الشبكة الإلكترونية بكل مفاصلها، وجزء صغير اليوم رح نحكي منه اللي هو كيفية تعامل القدح والذم مع طبعا الجريمة المعلوماتية، يعني عندما تستخدم هذا الوصف الجرمي من خلال الجريمة المعلوماتية. خلينا بالبداية نوصف كيف وصف القانون السوري وقانون الجرائم المعلوماتية بالأخص جريمة القدح والذم الإلكترونية. تماما، هو للأمانة موضوع الذم والقدح ما له جرم معلوماتي. صحيح. هو كتوصيف قانوني عم نحكي، هو جرم واقع بقانون العقوبات. ونحن ضمن مرسوم 17 عام 2012 المعني بموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية، بأحد فقراته قال إنه لما ما منلاقي مواد نطبقها عنا أو نصوص خاصة بنرجع بنعمل إسقاط لمواد قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. موضوع الذم والقدح هو من المواضيع الشائكة والجدلية اللي للأسف منتشرة بشكل كبير بمجتمعنا. صحيح. وبوجود الشبكة العنكبوتية صار للأسف شيء مباح وسهل ومتاح لجميع الفئات العمرية. تمام. لأنه تقريبا ما في شخص اليوم ما له حامل بإيده جوال وهو عم يحسن يحكي مع مين ما بده، يسب مين ما بده، يعلق ويسيء لمين ما بده. فهذا الموضوع كتير كان جدلي بالفترة الأخيرة. الإسقاط اللي صار بمواد قانون العقوبات نفس العقوبات، ولكن منطبق المادة 28 الفقرة ب من مرسوم 17 عام 2012 اللي قالت إنه لما بيصير هذا الموضوع على شبكة الإنترنت اللي هي تعد أحد وسائل العلنية يضاعف الحد الأدنى من العقوبة. طبعا نحن هون حسب شو هي العقوبة، ولكن إلى حد أدنى وحد أعلى. لما بتتم عبر شبكة الإنترنت يضاعف حد الأدنى لأنه صارت على وسيلة علنية أكثر. طيب، يمكن كثير من الناس عم تتابعنا وعندها كثير من الاستفسارات فينا نقول والتساؤلات. إمتى فيني أقول إنه هيدا الشخص مثلاً قدح وذم عبر فينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني لما أنا أكتب بوست مثلاً عم علق على أي شيء ممكن موجود بالحياة من خلال التعليقات، إذا في حدا بلش مثلاً يشتم على رأيي أو ممكن قدح وذم، هون فيني أنا أعتبر بين جريمة إلكترونية إنه قدح وذم ولا لا؟ ممكن نعتبر البوست العلني، لأنه في منشوف مثلاً هلأ كثير دارجة بالآونة الأخيرة إنه أنا مثلا فلان الفلاني بكتب بوست هلقد عنه وبشهرها على صفحتي، ما في مشكلة. صحيح. هلأ أنت سؤال حضرتك بما يخص إنه إذا بدنا نميز أو نعمل فرق بين موضوع البوستات العامة أو موضوع محادثة. صحيح. مثلا على الواتساب أو على المسنجر أو إلى ما هنالك. هلأ للأمانة بالوضع الراهن ما في تمييز، ولكن القانون اللي عم يعدل حاليا وبده يبصر النور قريبا، هو تحت قبة مجلس الشعب، رح يحدث الفارق بين هذا الموضوع، لأنه موضوع العلنية مهم. صحيح. يعني لما بصير على مبدأ شتم بين شخصين بين بعض مو مثل لما بصير قدام العالم. فحيكون في بتخيل تجديد على هي الفكرة. بخصوص موضوع إمتى فينا نشوف إنه في جريمة ذم وقدح أو ما لها موجودة، لازم نعرفهم ونميز بيناتهم. صحيح. بشكل بسيط، الذم هو إنه نعطي صفة لشخص أو ننعته بشيء بيمس سمعته وشرفه وكرامته. مثل لما منقول مثلا مدير المؤسسة الفلانية فلان الفلاني هو مختلس من المال العام، قبل ما نتأكد ولو على سبيل الشك. طب إذا ما ذكرت أو إذا اسمه. ما عنا وثائق كمان. تمام، على سبيل الشك مثلا. أما موضوع القدح فهو شيء له علاقة بالإزدراء، بالتحقير، بالمسبة. لما نحن منقولها بشكل علني فلان كذا،
فنحن هون عم نروح لمنحة تاني. هن في تشابه بيناتهم. في ناس مثلا بتتزاكى شوي، بتعمل البوست مثلا مبهم، مثلا تلعب على بتلعب على التفاصيل، انه في مثلا حادثه ما بمؤسسه معينه، فلان ما بتذكر اسمه، انه صار هيك هذا الشخص مثلا مسيء للمكان او حرامي او اختلس بدون ما تذكر، يعني هي كمان كيف بيتم التعامل معه؟ بتخيل هاي الامور بالذات بده يكون فيها شكوى. لانه انا اليوم اذا كان هو مبهم الموضوع وما في حدا معني فيه، فإذا ما تحركت شكوى ما بتخيل رح يتم متابعته. بس أحيانا مثل ما تفضلتي هو ممكن يعمل بهي الطريقة، بس هو كمان رح يتحرض للمساءلة القانونية طالما مس بأي شخص. هو فحوى المرسوم 17 هو القانون الأم لهذا الموضوع، يعتمد على الشكوى. يعني في مفاهيم خاطئة عند بعض الأشخاص، أنه أخي أنا إذا بكتب طفت الكهرباء عندي على الفيسبوك معناته أنا عم أعمل جريمة. المعنيين بالموضوع هن مالهم بعبع، هن مالهم عم يدوروا عليك لحتى يتبلوك. هن ما بدهم الناس تسيء لبعضها، ما بدهم حدا يسب حدا، ما بدهم حدا يغلط بحدا، ما بدهم حدا يبتز حدا، حدا يخترق حساب حدا. اما الموضوع مو مثل ما الناس متخيلته، دائما في عنا نقد ايجابي بناء، في عنا ملاحظات للعالم، في عنا ما فيها مشكله. اما حضرتكم مثلا بمجال عملكم بالاعلام اكيد في قوانين وانظمه هي اللي بتنظم هي المهنه، ما في الاعلام يطلع يحكي اي شيء وكيف ما بده، فهو بس نحن ننظم الامور بشكل انه ما حدا يعتدي على الاخر. نعم. طيب خلينا هون بما انه يعني بلشت تحكي بهي بهذا الجانب اللي هو ايمت يعتبر مثلا نوع معين من النقد سيء ويحاسب عليه الشخص، وخصوصا لما عم نحكي على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي في مفاهيم ارتبطت بهي الشبكات اللي هي الحملات او بما يسمى باللفظ العامي عند الناس او صاروا يعرفوا حاليا اللي هو التنمر، ولكن قانونيا ممكن نعتبره قدح وزم. خلينا نحكي عن هاي التفاصيل. اليوم الجزء من الهيئات لا يمارس دوره بالشكوى، يعني مثلا ممكن وزارة يتم التعدي على على عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويصير في حملة وما يتم الشكوى. دائما نحن أمام صفة صغيرة أنت هلا حكيت عنها اللي هي العلنية. طيب أنا ليش بحاجة لأشتكي على روح لفرع جرائم المعلوماتية إذا هذا الحدث تم على صفحات وآلاف الناس قرته وهو منشور للعامة وموجود؟ تماما. هلا بهذا الموضوع بالذات سبق وصار نقاش بيننا وبين احد الضباط المختصين بقسم الجريمه مكافحه الجريمه المعلوماتيه. هن بدهم يكون عندهم شكوى رسميه، ومثل ما تفضلتي باي وزاره او دائره او مؤسسه اكيد عندهم شؤون قانونيه هي مهمتها تتبع هي الامور. اما اذا ما كان في شكوى، طبعا في امور بتمس أمن الدولة، في أمور بتمس الأشخاص العامة، في أمور ممكن يصل فيها الحبس، مثل مثلا إذا قام أحد بذم أو قدح رئيس الدولة حسب قانون العقوبات المادة 376 بتصل الحبس من 2 إلى 3 سنوات. يعني في أمور أكيد لا مرفوض أنه حدا ولكن بدك تسلطي الضوء عليها. يعني لأنه أنت موضوع الشبكة هو موضوع يعني متشعب جدا. صحيح. وفي أعداد خيالية. صح. بده متابعة، والحسابات الفيك ما في أكثر منها صفيانة. في جهود وفي خبرات فنية وفي جهود كتير 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 يعني عم تبذل بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية. الناس ما ممكن تتوقع قديش هن متطورين وقديش هن عم يحاولوا يوصلوا للفاعل الحقيقي لحتى يحاسبوا على فعله اللي قام فيه، مالهم عم يتجنوا على حدا مثل ما الفكرة مأخوذة. إنه أنا شو ما بكتب يا أخي، أنا إذا قلت غلي الزيت أنا معناته صرت بمشكلة. هاي الفكرة لازم توضح للناس. طيب أستاذ رامي، لكل الناس اللي عم تتابعنا اليوم، مثلا أي حدا ممكن يتعرض للقدح والذم مثل ما قلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شو الإجراءات اللي لازم يقوم فيها بالبداية؟ لأنه أحيانا بتقلك كتب البوست وحذفه، ما لحقت صوره أو ما لحقت أعمل أي إجراء. شو الإجراءات السليمة لكل الناس خطوة بخطوة لكل اللي عم يتابعونا ممكن يبلش فيها؟ تماما. هلا بدايه لما بيصير عندنا هذا الموضوع، بيصير عندنا اساءه او ذم او قدح او اي مشكله، نحن الخطوه الاولى انه ما ننبه المشكو منه ونهدده. لانه انا لما عم نبهه وهدده عم اعطيه مجال ليدمر الدليل الرقمي، ليمسح البوست او يحذف الحساب كله، فمعناته انت ما عاد عندك شيء. الخطوه الاولى انه ما ننبهه. الخطوه الثانيه ناخذ سكرين شوت لكل شيء، للمحادثات، للرابط، للإيميل، للرقم، لكل التفاصيل، ونطبعها بشكل ورقي.
والخطوة الثالثة أنه نحن نروح نقدم شكوى بموجب معروض بالنيابة العامة يوجه من السيد المحامي العام الأول. نحن يعني هو بشكل شخصي عم يتابع الموضوع ويسجل بعدين المعروض بديوان شكاوى النيابة العامة، بعدين نتوجه بشكل باليد يعني على إدارة الأمن الجنائي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، مشكورين يلي كتير عم يكونوا متعاونين، وأنا عم أحكي من تجارب شخصية قبل ما أكون محامي، عم يكونوا كتير متعاونين، عم يفتحوا ضبط مباشرة طبعا بعد إجراء الخبرة الفنية وبعد الاطلاع على الأدلة اللي موجودة، هن بيرجعوا بيبحثوا، بيرجعوا بيقعدوا مع الشخص وبيبحثوا معه على كمبيوتراتهم على الشيء اللي صار. العبرة أو القوة بالأدلة الرقمية اللي هن بيحصلوا عليها، يعني إذا فتحوا وشافوا هن بيسحبوا بيختموا على ورقهم بيكتبوا مشاهد. أما الورقة اللي أنت جايبتي معك ممكن يكون عرضة للتحريف، ممكن يكون دليل ناقص أو معيب، ولكن هو يؤخذ به طبعا على سبيل الاستئناس يعني. فهن لما بيفتحوا وبيسحبوا المعلومات كلياتها، إن كانت محادثات وإن كانت تعليقات وإلى ما هنالك، هذا الدليل أقوى ويختم ويكون مشاهد عليه، وبعدين هن بيتابعوا دورهم بربط الأدلة ببعضها من خلال الحساب، من خلال الرابط والإيميل والرقم والمعلومات ليوصلوا للشخص، وبيخاطبوا النيابة العامة ليأخذوا أمر باستدعائه. ومتى ما اجى هذا الشخص طبعا اذا امتنع، اذا اجى بيكملوا الضبط، واذا امتنع بيرجعوا بيخاطبوا النيابه العامه مجددا لحتى ياخذوا امر يا باذاعة البحث عنه يا بالاكتفاء بموضوع مراجعته للفرع. طيب قبل ما نختم بس سريعا، قد ايه بتتراوح العقوبات يعني تقريبا بين غرامات او حبس؟ قد ايه بتتراوح بمثل هالنوع من الجرائم؟ موضوع الذم والقدح حاليا على اشخاص عاديين عقوبه الحبس فيه تقريبا من اسبوع لثلاث شهور. الغرامات تعدلت بالمرسوم الاخير اللي اصدره السيد الرئيس من بضعه ايام، كانت أرقام شوي خجولة، هلأ بموجب مرسوم 15 عام 2022 تعدلت الغرامات. ومثل ما قلت لك موضوع الذم والقدح إذا وقع على رئيس دولة أو على أشخاص عامين حسب مادة 376 بيروح لمنحة تانية، وممكن تصل الحبس من سنة لثلاث سنوات. وأي شيء بيوقع على الجريمة المعلوماتية وفقاً للمادة 28 فقرة ب يضاعف فيه الحد الأدنى للعقوبة. أكيد بدنا نشكرك المحامي الأستاذ رامي عقيل على وجودك معنا، شكراً كثير لك. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لك. شكراً لكل المعلومات اللي قدمتها. شكراً لكم. يعطيكم ألف